آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة طيبين. إحنا في التاريخ القبطي the Coptic calendar إحنا في تاني شهر الشهر بتاع بابا. والشهر بتاع بابا الكنيسة بتفكرنا بقوة ربنا the authority قوة ربنا. أول شهر توت بتكلم على محبة ربنا لينا وإحنا محبته لي محبتنا لي. وتاني شهر بابا على قوة ربنا. أول أسبوع في بابا بتكلم على هي بتكلم على أربع حاجات يعني. ف the four things are أول أسبوع على قوة ربنا على المرض يعني في يعني أمراض كتيرة قوي في الدنيا مهما كان مفيش فلوس مفيش like any advancements or anything that we can put that will fix them. فالمرض أول حاجة. تاني أسبوع كان على ال natural disasters زي ال like في حتى لغاية الوقت any natural disasters earthquakes أو hurricanes أو floods والحاجات كده البشر ما عندناش like we don't have any solution for these things. The third thing is evil spirits الأرواح الشريرة. Again لغاية دلوقت ما فيش تب أو أي حاجة ممكن تساعدنا في الحاجات دي. وآخر أو أربع حاجة هو الموت يعني we don't كلنا يعني هيجي يوم من الأيام كلنا هنسيب الأرض وهنسافر. ف these four things الحاجات الأربعة دول مهما كان في الهيستوري of the world and now and in the future we won't have control over them. مش هيبقى عندنا مش هنقدر نبقى عندنا authority فوق الحاجات دي. فكان أول أسبوع لو تفتكروا كان الحد بتاع الأمر أو المسيح شفى الراجل اللي كان مش قادر يمشي وأصحابه الأربعة جابوه وحطوا على السرير من الروف والمسيح شفاه. وتاني أسبوع كان لو تفتكروا بطرس أو ما هو كان طول الليل يعني عمل مجهود جامد هو أصحابه عشان يصطادوا سمك وما قدروش أو ما خلصوا رجعوا تاني ويعني كانوا زعلانين كده ومضايقين. والسيد المسيح قال لهم قال لبطرس ارجع تاني وحط شبكك في المية وقال له على كلمتك يعني your word I will do واصطادوا كتير قوي يعني too many fish. والاسبوع اللي فات لو تفتكروا كان على كان في راجل موجود كان عليه مش قادر يتكلم مش قادر يشوف وكان عليه شرير روح thank you روح شرير والمسيح شفاه. والنهارده على it's about the authority بتاع Jesus على الديث على الموت. كان النهارده سمعنا على الست اللي كانت أرملة وكانت عندها ابن وحيد وكان هو ميت وريدي مات وكان في النعش الكوفن بتاعه والمسيح he raised him from the dead. فالحاجات دي كلها حاجات بتدينا احنا كومفورت. ليه؟ عشان الاسبوع ده الكنيسه بتفكرنا ان المسيح قوي فوق اي حاجه تانية. مفيش حاجه كتير على ربنا مفيش حاجه كبيره قوي هو ما يقدرش يصلحها. كل حاجه اللي في الدنيا دي ربنا قادر وعاوز يساعدنا ويبقى معانا. بس القوه دي لوحدها ممكن لو مثلا ربنا إله قوي بس مش حنين أو مش عاوز يساعدنا دي هتبقى حاجة تخوف نبقى مرعوبين. بس النهاردة الكنيسة بتعلمنا إن ربنا حنين قوي قلبه حنين فعلا. وفي ثلاث حاجات أنا كنت عاوز أتكلمها عليها بسرعة. أول حاجة على الإيمان. لو الإنجيل ده جاي من إنجيل لوقا الحتة اللي قبل اللي إحنا قرناها يعني بالظبط دي كان التلاميذ والمسيح كانوا ماشيين وراجل كان قائد ماء thank you السنتوريون هو كان عنده خادم servant وكان تعبان وراح للمسيح. انتوا عارفين السنتوريونز دول كانوا رومان ما كانوش يهود. فهو مش راجل يعني رايح يعني السيناغوج وبيصلي وكده لا هو رايح للسيد المسيح even though he's not Jewish بس عشان عارف يعني إنه هو رايح للمسيح وبيقول له يعني على كلماتك بس ياريت يعني تشفي السيرفنت بتاعي. ده بيبين إن عنده إيمان. لو ما كانش عنده إيمان خالص وبيقول ده هبل ما كانش هيروح. فهو كان عنده إيمان. والسيد المسيح
he made a point of this. وقال للناس اللي كانوا سامعين انا ما شفتش ايمان قد كده في اسرائيل. ده معناها ايه؟ معناها ان الايمان ليه درجات. يعني المسيح ما قالش ان ما فيش ايمان خالص وده الايمان الوحيد اللي شفته، لا، قال انا ما شفتش ايمان قد كده to this level. معناها ان احنا في ناس حوالينا عندهم ايمان صغير، في ايمان اكبر، وفي ايمان اكبر كمان. فالكنيسه النهارده عاوزه تعلمنا ان احنا يا ريت يعني نشتغل او يعني we try to have more faith. يبقى عندنا ايمان اكتر. ليه؟ عشان ما فيش حاجه تحدد ربنا، ربنا مش محدود، احنا اللي بنحدد ربنا. عشان احنا في يعني in our minds احنا we are limited، بس ربنا ده unlimited. في اوقات تانية ربنا قال للتلاميذ او قال للناس يعني انت يعني sorry، في راجل جه للسيد المسيح اول ما قال له يا ريت تشفي ابني او بنتي، ربنا قال له انت عندك ايمان؟ قال له نعم يا سيد عندي ايمان، بس اعن عدم ايماني. عندي ايمان بس اعن عدم ايماني، يعني I have faith but help my unbelief. I believe but help my unbelief. ففي درجات. فاحنا النهارده يا ريت الكنيسه بتفكرنا يبقى عندنا a lot of faith. انتوا عارفين اول ما السيد المسيح كان جه وعمل المعجزه الجميله دي على كلمته ال centurion servant was healed، جم وحواليه ناس كتيره فرحانين، كان فرح ماشيين من كابرناوم and they were walking ولقيوا عند الجيت بتاع النعيم لقيوا ناس تانية جايين. فالسيد المسيح معاه فرح وفي ناس تانيين جايين كارثه، ومش اي كارثه بقى، مش بس حاجه صغيره، لا دي مصيبه بقى للست دي. ست كانت ارمله، جوزها مش موجود، ابنها ده وحيد، في الوقت ده ما فيش مرتب، الستات يعني ما كانوش بيشتغلوا، ما فيش مرتب، ما فيش مستقبل، فهي لوحدها. وانتوا عارفين بقى يعني الجوز او الجويش بيبل زي المصريين كده، الجمايل يعني كتيره قوي، وبنبقى يعني في اعداد وكدوس وحاجات كده يعني وتقاليد زي ما بيقولوا. فطبعا لو واحده عندها مشكله كده كل الناس والشعب والجيران وكل واحد جاي عشان يشارك ان يساعدوها، يعني يقولوا نحن يعني we with you. فكلهم زعلانين، كلهم مضايقين. والاباء اول ما كانوا بيقروا يعني the early church fathers او ما بيقروا الانجيل ده بيقولوا ان كل واحد ماشي عشان مثلا يسند الكوفن، كل واحد ماشي ورا زي يعني ورا اللاين ده، يعني في يعني everyone's كده بياخد دوره، يعني بيبقى ورا الكوفن عشان احنا كلنا كشعب هنموت يوم من الايام كده، كل يعني لينا دور كده، هيجي يوم واحنا نسافر. فمين اللي وقف ضد الطريق ده؟ مفيش حد غير السيد المسيح. السيد المسيح ما بيمشيش ورا ناس، لا، هو مشي ورا او ديد سوري الموت، عشان هو he's above، هو اعلى من الموت، وهو الوحيد اللي عنده القوه واوثوريتي ان يقدر يعمل كده. فهو كمان الحاجه اللي لو نلاحظها في التاريخ بتاع اليهود الموزايك لو في ليفيتيكس، في قوانين كتيره قوي المسيح كان اداها لموسى عشان يديها لشعب اسرائيل. فواحد من القوانين دول كان ان كل ثالث شهر او سوري كل ثالث سنه every 3 years كان في زي عشور كده او تبرع بيبقى موجود مخصوص للناس الارمله. يعني ربنا كان عاوز يعلم الشعب الاسرائيلي ان احنا ما ننساش الناس الارمل، الناس اللي يعني ما عندهمش حد يساعدهم. فكل ثالث سنه كان في عشور موجود او donation specific عشان يدوها للناس الارمل. فالسيد المسيح كان ممكن او ما هو ماشي يشوف ان في جاي ناس كده معاهم like the widow والجنازه والحاجات دي اللي بتحصل، وكان هو ممكن يقول ان يعني هم already في قوانين وحاجات كده عشان الست دي تتساعد الارمله. ممكن كان هو ممكن يمشي ويكمل وما يعبرهاش خالص، بس السيد المسيح ما عملش كده. هو وقف even though ان في rules ولوز وحاجات كده تساعدها، هو قلبه اتحنن عليها. فهي was very compassionate. He was very very compassionate. وما قدرش ان هو ما يساعدهاش. قلبه اتحرك بدموع الست دي، بالظروف اللي هي فيها، بالحاجات اللي هي حواليها، وهو قال انا قادر وانا عاوز اساعدك. وهو عمل حاجه عشان هي والناس كلها يتعلموا، وعشان احنا نتعلم كمان ان ربنا بتاعنا حنين قوي.
يعني بيقول في أماكن تانية في الإنجيل إن حتى لو يعني كل الدموع ربنا بيشارك معنا في الدموع بتاعنا. كل لو حتى واحد هيدي كوباية مية ساقعة لأي يخدم أي حد بكوباية مية ساقعة باسم ربنا، ربنا مش هينساها. فإحنا كل حاجة كبيرة وصغيرة إحنا بنعملها ربنا ما بينسهلناش، وهو قادر وعاوز يساعد وعمل حاجة إحنا يعني it's impossible. يعني تعرفين أول ما هو وقف قدام الكوفن ده أو النحس ده، he said to them، قال لهم أوقفوا and stay، وكمان قال لهم إن يعني قال لها don't ما تبكيش، don't cry don't weep. انتوا عارفين اول ما الناس بيقولوا يعني ما تعيطيش ما تعيطش ما تبقاش زعلان، اول ما انا اقولها او حد اي حد يقولها ده بس كلام يعني جامل بنجامل وحاجات كده عشان نساعد الناس، بس اول ما سيد المسيح يقول ما تعيطيش، هو عنده قوه ان هو يغير الظروف عشان فعلا ما تعيطيش. ف this is something that's really amazing. وهو لمس الكوفن. It's really beautiful إن هو لمس الكوفن. أنتوا عارفين في القانون أو the Jewish history، لو أي حد يلمس a coffin it's يبقى هو impure، يبقى هو is it negus negus yes. فلو هو كده دي حاجة يعني it's remarkable، إزاي يعمل حاجة زي كده؟ ده لازم بقى زي كان يعني عنده كوفيد كده، لازم يقعد في البيت بتاعه كم يوم، يمشي من المكان ما يكلمش حد، ما يبقاش جنب حد. فبتبقى it's something remarkable. بس جيسوس did this عشان كمان يبين لنا ويبين لكل واحد ان هو شكله كإنسان بس هو actually إله، هو ربنا. وبعدين قال كلمة جميلة قوي، قال يا شاب انا اقول لك قوم، اقول لك قوم. ودي حاجة اخر حاجة كنت عاوز اتكلم عليها، ان كلمة ربنا، كلمة ربنا دي حاجة مش سهلة. اول ما ربنا يقول كلمة هتتنفذ، مفيش حاجة اسمها يمكن يعني 90% 10% لا لو السيد المسيح يقول حاجة هي 100% هتحصل. لو هو يوعد حاجة في الإنجيل، لو نقرأ أي حاجة ويبقى فيه promise definitely هو لازم هينفذ الحاجة دي. وفي أوقات في حتة تانية في الإنجيل بتقول إن إحنا we should test the Lord. يعني في Psalm 34 بتقول put God to the test and see how kind he is. شوف هو how kind the Lord is، وهو حنين قوي قد ايه. وبتقول see for yourself، شوف لنفسك ان the way his mercies shower down on all who trust in him. يعني اللي بيؤمن بربنا واللي بيعتمد على ربنا، ربنا هو حنين جدا و his mercy will fill your life. يعني مفيش حد ابدا بيعتمد على ربنا وبيبقى مكسوف. ما فيش حد ابدا يقول يعني لتكن ارادتك يا رب وانا همسك فيك وربنا يسيبه وما يساعدوش. ده مش ربنا بتاعنا. ربنا بتاعنا يعني it doesn't matter what the problem is، it doesn't matter how big the problem is، ربنا ليه حل. في الوقت ده ما كانش حد يعني الناس كانوا عارفين او بشايفين ان المسيح كان بيشفي ناس، كان بيساعد ناس، كان يعني he prophesies، بس ما كانوش بيفكروا ابدا في الوقت ده ان هو يقوم حد من الموت. ما كانوش ابدا يفتكروا كده، عشان ده احنا عارفين السيد المسيح قوم ثلاث ناس يعني في in the three years. كان الابن الارملة اللي في نعين زي اللي احنا قرأنا النهارده، بنت جايروس، وكمان لعازر طبعا. فالثلاثة دول هما اللي احنا عارفين يعني that we know about في الانجيل. بس دي the first one، this is the first miracle. فالناس they would have never expected. وفي اوقات احنا في حياتنا بيبقى عندنا مشاكل ومصايب وحاجات كده، واحنا we don't expect فين الحل. احنا اللي شايفين قدام عينينا يا اما حل اي او حل بي، مفيش سي ودي واي واف والحاجات دي. ما بنفكرش في الحاجات دي ليه؟ عشان دي اكبر من تفكيرنا. بس مفيش حاجه كبيره على ربنا. فاحنا يا ريت في الوقت ده نفكر او نفتكر ان ربنا بيحبنا قوي وهو حنين قوي وعاوزنا نبقى قريبين منه ونتكل عليه، ونفتكر هو قوي قد ايه، ومفيش حاجه كبيره عليه. وانتوا عارفين المعجزه دي كلها بيقولوا الاباء ان هو يعني اتعملت عشان مين. يعني principally the most reason why this happened عشان الام، عشان الام الارمله. يعني الولد ده خلاص كان في السماء، الناس اللي حواليهم هينسوا بعد اسبوعين ثلاثه الموضوع ده اللي حصل ايه. بس كل ده حصل علشان صلوات مين او علشان خاطر مين؟
عشان خاطر الست الأرملة دي، هي حياتها هي اللي اتغيرت أكتر أكتر واحد. في ناس بقى يقولوا طب اشمعنى الست دي وليه ما قومش ناس كتيرة تانية؟ لا ده إرادة ربنا، يعني مثلا يوحنا المعمدان نفسه مات وربنا ما قوموش، ناس كتيرة في الوقت ده ماتوا وربنا ما قوموش، بس في اللحظة دي ربنا بيدينا زي كده معينة سامبل عشان نبقى عندنا إيمان وأمل للي قدام منا. هنسمع دلوقت الشمامسة هيقولوا بعد الكريد هيقولوا وننتظر قيامة الأموات، بيقولوا كل حاجة تانية في الكريد بسرعة بسرعة بسرعة، نيجي للحتة دي ويبقى بقى ايه لحن مزاج وننتظر قيامة الأموات، حاجة احنا we can't wait, we look forward to this. فده الأمل بتاعنا كمسيحيين، عندنا إيمان ان في قيامة من الأموات، ربنا عنده القوة يقدر يعمل لنا كده. لو ربنا كان قوي ومش عاوز يعمل لنا كده كنا كلنا نبقى depressed، يبقى very very sad. بس لا، النهاردة الكنيسة بتفكرنا ربنا عنده قوة كتيرة قوي، the biggest power، وقلبه حنين، قلبه بيحبنا وعاوز يعمل كل حاجة في صالحنا. and glory be to God forevermore. بالحقيقة هذا رب إله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض.